بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام مستمعي إذاعة نداء الإسلام إلى هذا المجلس والدرس الثامن من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل فيه بالشرح والتعليق والبيان معالي شيخنا الجليل الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. نستأذنكم معالي الشيخ في البدء في استئناف تلاوة كتاب باب السواك من كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وعن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في هذا الحديث أن السواك لا يؤثر على الصيام، وأن الصائم يستهك في عموم اليوم الصباح وفي المساء، ومن كره السواك في المساء يقول لأنه يذهب رائحة الصيام، والصحيح أنه لا يذهب رائحة الصيام، لأن رائحة الصيام تخرج من المعدة وليست من الأسنان واللثة، فهو لا يذهب رائحة الصيام. هذا من ناحية المعنى، أما من حيث الدليل هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال البخاري: وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وقال أبو موسى: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. نعم، استاكوا في أول النهار وفي آخره. في هذا رد على من يرى أن السواك إنما يكون في الصباح لا في المساء، ويستدل بحديث استاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث المعنى فإنه لا يمنع رائحة الصيام ولا يرفعها، لأنها تخرج من المعدة لا من الأسنان، فلا مانع من التسوك للصائم صباحا ومساء. نعم. وقال أبو موسى: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. نعم، موضع التسوك يكون على اللسان وعلى اللثة والأسنان، ليذهب ما علق بها من المخلفات. نعم. وعن علي أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث، وقال: هكذا كان وضوء نبي الله. نعم. وفي هذا الحديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء وصف وضوء الرسول في أحاديث عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره الذين حضروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه يستعمل الثلاث في غسل الوجه، في المضمضة والاستنشاق، وفي غسل الوجه، وفي غسل اليدين، وفي غسل الرجلين، وأما الرأس فإنه يكفي فيه مسحة واحدة
بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا وصف مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. نعم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع. نعم، كل ما ينقي الفم من الأصبع أو من عود السواك أو من الخرقة أو ما أشبه ذلك، كل ما ينقي الفم فإنه يكفي عن السواك، لأن المقصود تنقية الفم ورائحة الفم. نعم، فبأي شيء حصل هذا فإنه يجزي ويكفي. وعن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. نعم، فيه أنه يمر السواك على طرف لسانه وعلى لثته وأسنانه ليزيل ما يعلق بها من المخلفات وأيضا يزيل الرائحة. نعم. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد، ووصفه لنا غيلان قال كأنه يستاك طولا. يستاك طولا وعرضا، المهم أنه يمر السواك على أسنانه ولثته وعلى طرف لسانه. نعم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وفيه أن هذا فيه غسل السواك بعد الاستعمال، أنه كان يعطيه لعائشة إذا استاك به، يعطيه لعائشة رضي الله عنها لتغسله، فمن محبتها للسنة أنها كانت تستاك به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لبقايا ريقه عليه الصلاة والسلام فيه ثم تغسله بعد ذلك. نعم. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو الدين الإسلامي، قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالفطرة على الإسلام حينما يولد، وإنما يحصل التغيير بسبب التربية السيئة، التغيير يحصل بسبب التربية السيئة، تفسد فطرته بذلك. قص الشارب. قص الشارب لا ولا يترك يطول. نعم. وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية، هذا هو الفطرة والسنة، أن الشارب يحفى ولا يترك يطول، وأن اللحية تعفى يعني تترك ولا يؤخذ منها شيء، تترك على خلقتها لأنها جمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة، فيها جمال، وهذا فيه النهي عن التعرض للحية والرد على من يحلقون لحاهم أو يقصونها أو ينتفونها أو ما أشبه ذلك من التعرض لها. يقول أعفوا يعني اتركوها، على أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى. أحاديث وردت في الصحاح كلها في اللحية. نعم. والسواك. واللحية من سنن الأنبياء إعفاؤها، قال هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل على أنه كان ذا لحية عليه الصلاة والسلام. نعم. والسواك. السواك وهذا محل الشاهد، السواك هو استعمال المسواك في الفم لتنقيته وإزالة ما فيه من الرائحة. نعم. واستنشاق الماء. استنشاق الماء ليدخل إلى خياشيمه عند الوضوء، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، لأنهما في حكم الظاهر،
طهرهما بالاستنشاق في الأنف والمضمضة في الفم. نعم. وقص الأظفار. قص الأظفار ولا تترك الأظفار تطول كأظفار السباع والكلاب، فيقصها يتعاهدها بالقص، بخلاف بعض الموضات الكريهة الذين خصوصا النساء الذين يطيلون أظفارهم، هؤلاء مخالفون لسنة الفطرة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وغسل البراجم المفاصل يعني. نعم. ونتف الإبط النتف شعر الإبط، لأنه يكون له رائحة إذا ترك، فتزال شعر الإبط ويتعاهده ولا يتركه يطول. نعم. وحلق العانة. حلق العانة وهي ما ينبت حول الفرج من الشعر، فلا يتركه يطول بل يتعاهده ويحلقه. نعم. وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم. قال بعض الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. نعم. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان. الفطرة خمس يعني من الفطرة، الختان من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو قطع القلفة التي تكون على الحشفة، فلا يتركها يعني يتركها كما يتركها النصارى. النصارى لا يختنون فيخالفون الفطرة، لأن هذه تجمع الأوساخ، هذه القلفة إذا تركت تجمع الأوساخ وأيضا تمنع الماء عما تحتها، فيها مضر. نعم. والاستحداد له حلق العانة بالحديدة يعني بالموس. نعم. وقص الشارب. قص الشارب أو جزه لا يترك يطول. نعم. وتقليم الأظفار ونتف الإبط وإزالة شعر الإبط وقص الأظافر، لا يتركها تطول كأظفار السباع. نعم. وعن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا أطول مدة يعني، ولو أنه في كل 10 أيام أو في كل أسبوع كان أحسن، لكن على الأقل إذا تركه لا يخرج عن 40 يوما. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. نعم. هذا فيه أن تغذية الشارب وتطويل الشارب مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد، من ليس منا هذا من باب الوعيد، ويدل على شدة هذا الوعيد في حق من يطيل شاربه. نعم. قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، قال: يدفنه. فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. هذا بيان ما يفعل بالمقصوص من الأظفار ومن الشعر، أنه يدفن، فإذا دفنه فذلك أحوط. نعم. اقتداء بالسلف الصالح كابن عمر أنهم يدفنونه، لأنه من أجزاء ومأخوذ من الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس اليوم يلقيه في القمامات العامة وقمامته الخاصة، أو أحيانا بعضهم يتهاون فيقص ويمضي تاركا لهذا الأثر. لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس الثامن من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على تفضله بهذا الشرح والبيان، جزاء الله عنا خير الجزاء. نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد هريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة